مرحبا واهلا وسهلا فيكم مع حلقه جديده من رشا توكينج لايف. شكرا كثير على حضوركم وعلى مشاركتكم دائما والتعليقات والاسئله اللي بتجيني. انتوا عارفين انه هدفي على هاي القناه انه انا اسهل حياتكم عشان تتغلبوا على الصعوبات اللي موجوده فيها وتكونوا مبسوطين. اليوم موضوعي حيكون على موضوع الامتنان او الشكر، and هيدا موضوع انطلب مني اني انا احكي فيه، فعشان هيك اليوم بدي احكي فيه. انا دايما على الشانل عندي فيديوهات تانية بس كانت كلها بالانجليزي اللي احكي فيها على الجراتيتيود او الامتنان والشكر على النعم اللي موجودة بحياتنا، بس بما انه هلأ كمان انطلب مني فأنا هعمله بالعربي، وكمان أهم أكثر أهمية إنه أنا أحكي على هذا الموضوع هلأ علشان الوضع الحالي اللي عم نمرق فيه من خلال اللي عم بصير حوالينا وبالعالم مع الكوفيد. إحنا هلأ داخلين على السنة الثانية، يعني مش إنه والله إلنا كم شهر ولا السنة الأولى. بالأول كان عنا أمل يلا هلأ خلاص بنطلع من هالقصة وبتتحور الأمور وبتصير أحسن، فكل مالها الأمور عم تطول أكتر، كل مالها عم نطلع بيطلع لنا كل يوم فيروس فيريانت أو نوع جديد من الكوفيد فيروس الكورونا فيروس، وعم بيخلق لنا مشاكل زيادة. هلأ بخلال الوضع هاد مش سهل علينا انه نضلنا احنا ايجابيين او نفكر بطريقة ايجابية ونحس انه احنا مبسوطين. صح انا دايما بحكي لكم على طرق وكيف احنا نكون سعداء وكيف نطور حالنا وننمي قدراتنا الذاتية وكل اشي تاني، بس انا كمان بشر وانا بعرف انه انا وانتو مش سهل علينا انه دايما نضلنا نفكر بطريقة ايجابية. انا مو جاي من المريخ، انا عايشة على الارض معكم، فعشان هيك اليوم بدي كمان احكي زيادة على موضوع الامتنان والشكر لربنا سبحانه وتعالى على الخيرات اللي عم بيعطينا اياها في حياتنا. هلأ القصة انه كتير ناس فقدت شغل، في كتير ناس توفالها حدا عزيز على قلبهم، في كتير ناس صحتها اتأثرت، ففي كتير اشياء سلبية صارت في حياتنا، والاشياء السلبية هاي مش بس بحياتنا احنا بس كمان بالعالم كله، فالتأثير منحسه هلأ all of a sudden صار عالمي، مش بس انه انا كشخص معين وبحياتي الشخصية وعلى مستوى العائلة، لا صار على مستوى الكوميونتي، صار على مستوى العالم اجمع. فعشان هيك صعب انه الواحد خاصة مع كل اشي بسمعه، مع السوشيال ميديا، مع الاذاعة، مع التلفزيون، ما بنسمع الا اخبار سيئة، واحد خبر بعد الثاني، اوه هذا الفيروس مش عارفة قتل كم واحد، هذا الفاكسين ناس ماتت منه، ففي كتير اشياء الناس بتركز عليها على الاشياء السلبية. هلأ انا عملت قبل هيك فيديو بحكي فيها على كيف العقل الإنسان بفكر، فححاول أحط لكم إياه يا فوق بالكاردز أو تحت، اللي هو كيف المخ البني آدم بفكر وكيف إحنا دايماً منروح للإشي السلبي ومنفكر فيه وهو اللي بلفت نظرنا. فأنا ححط لكم إياه وشوفوه وارجعوا احكوا لي إذا بكن ياني أحكي زيادة كمان بالموضوع. بس عادة لأنه هاي إشي إذا في خطر حوالينا أو في إشي سلبي معناه مش كويس لإلنا، فاللي بصير الدماغ تبعنا أول إشي بنتبه عليه هذا الإشي السلبي، فبصير بعدين كل إشي منفكر فيه بصير طريقة سلبية. فإذا إحنا عم نحكي هلأ كل شيء حوالينا سلبي، كيف بدنا نكون إحنا مبسوطين؟ كيف بدنا نفكر بطريقة إيجابية؟ واحدة من الطرق اللي إحنا ممكن نفكر فيها بطريقة إيجابية إنه إحنا نشكر ربنا سبحانه وتعالى على النعم اللي موجودة في حياتنا، على كل إشي عاطينا إياه، لأنه أصغر شغلة إحنا منتطلع عليها بحياتنا ويمكن منقول هاي مش شغلة مهمة أو كل الناس عندها إياها، باخدها أنا for granted يعني مضمونة ما بقعد أفكر فيها.
هاي الاشياء ناس تانية ما عندها اياها، محرومة منها. يعني مثلا هلا احنا بأونتاريو عندنا حالة طوارئ وعندنا اوامر من الحكومة وانه نقعد بالبيت وما نطلع بالمرة. يعني انا مسائلي اكثر من اسبوعين ما طلعت برا البيت، يمكن مرة واحدة بس اجيب اغراض للبيت. فهلا انا بشكر الله الحمد لله سبحانه وتعالى انه انا قادرة عندي بيت وفي سقف فوق راسي. هلا بوضع زي هاد واوامر زي هاي، طب ما في ناس ما عندها اصلا بيت، they're homeless، ما عندهم بيت، فقدوا بيتهم لاي سبب من الاسباب، هل مثلا ما قدروا يدفعوا الاجار، اضطروا يطلعوا برا البيت، قاعدين باوتيلات، ناس عايشه بالشوارع، في اشياء كثيره حوالينا انه احنا بنشوفها بس احنا في حياتنا ما بنقدرها كثير. وان تعدوا نعم الله لا تحصوها. فخلينا نبدا بالبراكتس هاي، وهاي الطريقة حتجلب سعادة أكتر كمان، لأنه لما الواحد بيكون ممتن على كل النعم اللي موجودة في حياته وبشكر ربنا عليها، بيصير بيجي أكتر أشياء كويسة وإيجابية بحياته، يبقى ممنون كمان إلها أكتر. سو أنا اللي بنصح فيه إنه كل يوم أول ما تقوموا من النوم، قبل ما تحطوا إجريكم على الأرض، أول ما تقوموا من النوم خلي نوت بوك صغير جنبكم على التخت. فأول ما نقوم من النوم نكتب ثلاث أشياء اللي أنا ممنون إلهم أو أنا بشكر ربنا عليهم، بس ثلاثة. أنا ما بقولكم اعملوا ليست كبيرة، يعني حتى لو قمت اليوم ولسه ما في شيء، أوكي أنا ممتن لرب العالمين إنه أنا هلأ صحيت من النوم، أوكي هاي شغلة. شغلة تانية، الحمد لله على الصحة، الحمد لله على أولادي بخير، الحمد لله عندي شغل. يعني الطريق قدامكم طويل، اكتبوا اللي بدكم إياه. فهاي الشغلة. فبالليل لما تروحوا وتناموا أول شيء كمان تعملوه قبل ما تغفى عينكم بنفس النوتبوك اللي جنبكم، اكتبوا كمان ثلاث أشياء اللي هي أنتم ممتنين لإلها أو إشي إيجابي اللي صار معكم بالنهار. أو هلأ هشرح لكم ليش شو الهدف من هذا التمرين. سو لما بنكتب هاي الثلاث أشياء ومننام، then إحنا كمان نمنا بطاقة إيجابية وعم نفكر بأسلوب إيجابي. سو الصبح لما بنعمل هاي الشغلة عم إحنا منقول للبرين تبعنا أو للدماغ تبعنا، العقل الواعي، إنه أنت ركز على الأشياء اللي أنا بشكر الله عليها، ركز على الأشياء اللي هي إيجابية في حياتي. فخلال النهار من خلال التعامل بيصير انه انتو العقل بدون ما انت تعمل اي جهد، العقل تبعك لانه انت بديت نهارك بطاقة ايجابية بتفكير ايجابي، بيصير يدور على الاشياء الايجابية اللي انت تبسطك واللي يجيبها بحياتك. الشغلة الثانية بالليل قبل ما تنام، then انت اللي بتعمله قاعد كمان عم نحكي للعقل الباطن انه احنا ايش الاشياء اللي انا عم بفكر فيها، الاشياء الايجابية، الاشياء اللي صارت معي ايجابية بالنهار وانا ممتنة لها. فبصيروا انت نايم العقل الباطن، ما انتوا عارفين لما العقل الواعي يخفى العقل الباطن هو اللي بصير يفكر ويهدس. فلما انت تكون قبل ما تنام عم بتقله انا بشكر الله مثلا على نعمة الصحة، انا بشكر الله انه عندي وظيفة، انا بشكر الله في سقف فوق راسي، او انا اليوم كنت مبسوطة كتير لانه مثلا حكيت مع حدا من اصحابي وكانوا مبسوطين، اي اشي اي اشي بحياتكم. سو انا ما بدي اطول عليكم، بس هاي الشغلة اعملوا هذا التمرين بالصبح وبالليل وكل يوم ولمدة أتليست شهر، علشان العقل الواعي والباطن يتقبل الحكي اللي أنتوا عم تحكوا. وبهاي الطريقة إحنا ممكن نكون سعداء أكتر، وكمان منوجي ربنا سبحانه وتعالى إنه إحنا ممتنين لإله.
لكل النعم اللي أعطينا إياها بحياتنا. شكرا كتير، وكما مرة تانية I love you all. Thank you إنه أنتم معي وعم تخلوني أنا أفوت على بيوتكم وتسمعوا اللي عندي، وتشاركوا القناة مع الناس اللي حواليكم علشان نبني مجتمع سعيد، وإن شاء الله تكونوا كلكم دايما بصحة وسلامة، ومنتلاقى in person شخصيا بعد كوفيد. الله معكم، باي باي.